كان من الأوائل الذين استمعوا إلى مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سيدنا مصعب، وما كاد يستمع إليه حتى بايعه وأعلن إسلامه. إنه صاحبنا اليوم عباد بن بشر، وفي غزوة ذات الرقاع وفور انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الغزوة، نزلوا إلى مكان ليبيتون فيه، وأنابَ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة للحراسة، وكان من ضمن نوبة الحراسة سيدنا عباد مع سيدنا عمار بن ياسر في نوبة واحدة. وطلب سيدنا عباد من ياسر إنه ينام أول الليل ثم يوقظه ليكمل هو نوبة الحراسة. ولما وجد سيدنا عباد الجو مهيأ وسكون الليل، قام ليصلي من الليل، وما كاد أن يقرأ الفاتحة حتى جاء بعض المتسللون وأصابوه بسهم أصاب عضده، فنزعه سيدنا عباد واستكمل صلاته، ثم أصابوه بسهم ثاني فنزعه واستكمل صلاته، ثم بسهم ثالث، فما كاد الإعياء والتعب ينام من سيدنا عباد حتى كبر راكعا، وفي السجود أخذ يهز سيدنا عمار حتى استيقظ. فلما استيقظ سيدنا عمار من النوم أحدث جلبة وأصوات، ففر المتسللون هاربون، وقال سيدنا عمار له: سبحان الله، هل أيقظتني أول ما رميت؟ يعني ما صحتنيش ليه من أول ما رميت من البداية؟ فأجابه سيدنا عباد: كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي روعة، فلا أحب أن أقطعها، ووالله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها. ومنذ أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأنصار وهو واحد منهم: يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس الدثار، فلا أوتين من قبلكم، وهو مضح بماله وعلمه وروحه في سبيل الله، ولا تجد موضع للجهاد إلا وجدته هو في الأوائل. وقالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثلاثة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل أحد: سعد بن معاذ، وأسيد بن خضير، وعباد بن بشر. والمسلمون الأوائل شهدوا له بمواظبته على قيام الليل وعلى بصيرته التي كادت أن تكون كالضياء أمامه، حتى أن بعضهم يعني قال أن عباد بن بشر كان إذا سار في الليل كانت حوله هالة مضيئة تضيء له الطريق، رجل معه نور من الله. قبل بداية معركة اليمامة يرى عباد رؤيا يقصها على الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. يقول أبو سعيد: قال لي عباد بن بشر: يا أبا سعيد، رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي ثم أطبقت علي، وإني لأراها إن شاء الله الشهادة. فقلت له: خيرا والله رأيت، وإني لأنظر إليه يوم اليمامة، وإنه لا يصيح بالأنصار أحطموا جفون السيوف وتميزوا عن الناس. فصار إليه 400 رجل كلهم من الأنصار حتى انتهوا إلى باب الحديقة، فقاتلوا أشد القتال، واستشهد عباد بن بشر رحمه الله، ورأيت في وجهه ضربا كثيرا، وما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده. في هذا التوقيت أحس عباد أن مسؤولية المعركة كلها تقع على كاهل الأنصار وحدهم، أو على كاهلهم قبل من سواهم يعني. هنالك اعتلى ربوة وراح يصيح: يا معشر الأنصار، أحطموا جفون السيوف وتميزوا عن من الناس. وحين لبى نداءه 400 منهم، قادتهم أبو دجانة والبراء بن مالك إلى الحديقة حيث كان جيش مسيلمة يتحصن فيه، وقاتل قتالا يليق به كرجل وكصحابي وكمؤمن وكأنصاري، ونال الشهادة في هذا اليوم، رحم الله عباد بن بشر.